فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول السائل: هل يجوز الاعتبار عن المتوفى مثل الحج؟ لأني سمعت في أمس الأول أنه لا يجوز الطواف عن الميت. نعم، الاعتمار عن الميت جائز كما يجوز الحج عنه، وكذلك الطواف عنه يجوز، وكذلك جميع الأعمال الصالحة تجوز عن الميت. قال الإمام أحمد رحمه الله: كل قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه. ولكن الدعاء للميت أفضل من إهداء الثواب له، فأنت أدعو له واجعل العمل لنفسك. والدليل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: أو ولد صالح يتعبد له، أو يقرأ، أو يصلي، أو يعتمر، أو يصوم، أو ما أشبه ذلك، مع أن الحديث في سياق إيش؟ في سياق العمل، يتحدث عن العمل الذي ينقطع بالموت. ولو كان المطلوب من الإنسان أن يعمل لأبيه وأمه لقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يعمل له. وأنت محتاج إلى العمل الصالح، سوف تتمنى أن يكون في كتابك زيادة حسنة أو نقص سيئة. وما دام إمامنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن ندعو للميت، فإنه لا ينبغي العدول عما أرشد إليه. ولكن لو فعل الإنسان وأهدى ثواب الأعمال، أو تعبد بنية من أول العبادة أنها لفلان من المسلمين، فإن ذلك جائز. نعم.